اذاعي جريده اشواق التيفي. اليوم كنتواجدوا في حدث حصري لمليحه العرب 2019 اللي كان تكريم ديال الفنان الجزائري قادر الجابوني والممثل المغربي عزيز داداس. خليكم مع الصور ما تزابيو فين. الفني والعلاقات التواصل ديال المسابقه مليحه المغرب. هاد المسابقه ماشي سهله باش انك تلقى جوج الناس عام كامل وما كيجريو. الحمد لله هادشي من فضل الله سبحانه وتعالى، ما جاش عبءا تبعا كما كنقولوا. الحمد لله كما كتشوفوا هاد الحفله راه ماشي سهل باش جوج الناس باش انهم يوقفوا عليه. الحمد لله اللي غادي يكون التتويج ديال مليحه المغرب. كاينه الحمد لله درنا مدن مغربيه، كاينه مليحه تونس، مليحه تركيا، مليحه اسفي، مليحه طنجه. الحمد لله اللي غادي يكون التكريم ديال الفنان عزيز داداس الممثل، تكريم ديال الفنانه الممثله الامازيغيه كلثوم تمازيغ، تكريم ديال الفنان المايسترو قادر الجابوني. كيفاش كان الاحساس ديالك وانت تكرم؟ ان شاء الله انا هذا الشهر هذا تكرمت ربعه ديال التكريمات، يمكن واقيلا غنودع وتيعجبني الحال. يعني التكريم ماشي بالنسبه لي الجائزه، هو بالنسبه لي واحد شويه الاعتراف، وفي نفس الوقت كتجي تشوف الناس. انا عزيز علي نجي نشوف الناس، نشوف رياكسيون ديال الناس، ونتلاقى مع الصحافه وندوي على الجديد. هذا هو اللي مهم عندي في التكريم. شنو راي ديالك في القفطان المغربي؟ تيعجبني، وليت كنخاف انه ما بقاش، لان ولا كيخلعني انه شي حاجه في تراثنا ما تبقاش. هذا هو اللي سيرتو دابا مع العلماء تبارك الله، ومع بزاف ديال الحوايج خرجات بحال بغا كيبان القفطان بحال بغا ينضاطر. هذا كيخلعني، تنفرح ملي كنشوف الناس وما كنشوف مازال المغربيات محافظين على التراث. هذا كيفرحني. كنت تقول لنا الحضور ديالك في؟ والله فرحان وتواجدي هنا مع الفنانين في المغرب، وعندي فرصه باش تلاقيت مع فنانين ما نعرفهمش، وتلاقيت مع ممثلين هنا في المغرب، وشرف ليا باش كنت متواجد في هذا. شنو الراي ديالك في القفطان المغربي؟ وي القفطان المغربي، واش راح نقول لك؟ القفطان المغربي وقفطان عالمي، دوكا ما نقدرش الراي تاعي، لان العالم كله يتكلم على القفطان المغربي. نتمنى ان شاء الله هذا الموروث الثقافي يكون دائما متواجد في المنصات العالميه. تدر لنا التواجد ديالك في هذا الحفل. انا كنتواجد في هذا ليفينمون ديال مليحه المغرب. كما كتشوفوا تبارك الله كاين حضور من فنانين وصحفيين والناس يعني ديال لو ميليو. شوف بحال هاد لي زيفونمون هادو كنشوفو فيهم الزين تبارك الله المغربي، وهذا كيدل بان المغرب فيه طاقات كثيره. فاش ما جيتي الحمد لله ديما من الاوائل، والله يخلينا ديما بلادنا. هادشي اللي كاين. القفطان المغربي في كلمه ليك، القفطان المغربي شنو كتقول عليه؟ القفطان المغربي هو ليدونتيتي ديال المغرب، هذاك هو اللباس ديالنا الرسمي. عندك هو الجلابه وسروال قندريسي، داكشي كنفتخروا به وكنلبسوه في المناسبات. داكشي هو كيتلبس اصلا في المناسبات، يعني ملي كتكون شي حاجه شي مناسبه اللي عزيز عليك كتلبس فيها القفطان، تلبس فيها الجليبات. هذا كيدل بان احنا كنعتزوا بالهويه ديالنا فوالا. وحتى ملي كنمشيو كوم دي زومباسادور او كسفاره في بلدان اخرين، كنفضوا دائما اننا نلبسوا شي حاجه تقليديه مغربيه اللي كتمثلنا فوالا. يعني الحضور ديالك على هذا الحفل؟ اولا مساء الخير عليكم. انا جد سعيده للحضور ديالي في هذا الحفل هذا، وخصوصا ان هذا الفيلا غادي يكون تكريم ديال الصديق والزميل ديالي عزيز داداس، اللي كنتمنى ليه التوفيق ان شاء الله يا ربي. هادشي اللي كاين. اللقاء كيشرفنا بزاف، وكيشرف الثقافه المغربيه، وفرحنا به. وبعدا سيوالا دار المجهود ديالو بزاف الحمد لله، وعلى مني شي شهر ونص هذا بارك الله. وهذا الشيء اللي دار بارك الله راه والله العظيم الا كيفرح. شفنا الناس هنا اللي ما شفناهمش، كاين اللي ما شفتو انا بعد 10 سنين، كاين اللي ما شفتو 8 سنين، كاين اللي ما شفتو عامين. وهذا اللقاء بارك الله راه كيشرفنا، يشرف كاع المغاربه. كنتواجدوا هنا من اجل ارساخ الثقافه المغربيه اللي هي غنيه بالطقوس ديالها، لا من الناحيه المأدوبيه ولا من ناحيه اللباس. وهذا عمل جمعوي شريف كيشرفنا كاملين، وكنطلبوا من جميع الناس اللي كتمارس الميدان ديال التقاليد ديالنا اللي هي التأموين وهي اللباس المصممين. احنا كنتواجدوا هنايا على اساس باش نزيدوا الثقافه ديالنا اللي هي رسيخه لقدام، وهذا الشيء كيفرحنا بزاف.
حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.